عندما نبحث في هذه الأرض لا حدود للمعرفة آنذاك، ولنجعل هذا الأمر أبسط نقوم بتجزئة أبحاثنا إلى أقسام صغيرة تسهل علينا الدراسة والاكتشاف. لذلك في هذا التقرير سنعرض عليكم أكبر الكائنات الحية التي عاشت على هذه الأرض. ابقوا معنا. الغزلان العملاقة. الأيائر الإيرلندية أو الغزلان العملاقة ظهرت قبل حوالي مليوني سنة عندما بدأت الغابات تنتشر في مساحات مفتوحة، وانقرضت هذه الغزلان بسبب قرونها الكبيرة التي يصل عرضها لأكثر من 5 أمتار، وهذا ما كان يعيق حركتها خلال الفروع الكثيفة. أشجار سيوكا هي أكبر الكائنات الحية على هذه الأرض من حيث الحجم، يمكن أن تنمو حتى تصل إلى 275 قدم، ويصل قطرها إلى 26 قدما. أنفيكويليا، وهو الحيوان الأكبر على الإطلاق الذي عاش على هذه الأرض. عاشت هذه الحيوانات العاشبة قبل 161 مليون سنة، ويمكن أن يصل طولها إلى 58 مترا، حيث وجد طول الفقرة الواحدة من هذا الحيوان 2.5 متر. جاك فروت. الجاك فروت هي شجرة تنمو عليها أكبر فاكهة في العالم، يمكن أن يصل حجم الفاكهة فيها إلى 90 سنتيمترا في الطول و50 سنتيمترا في القطر. أرجنتفس. عاش طير الأرجنتفس قبل 5 إلى 8 مليون سنة، وهو واحد من أكبر الطيور في تاريخ الأرض. عرض أجنحته يمكن أن يصل إلى ما يقارب من 7 أمتار. رافليسيا. رافليسيا هي أكبر زهرة على الأرض، يمكن أن تصل إلى أكثر من 100 سنتيمتر في القطر. ومن المعروف أيضا أن زهرة الرافليسيا لها رائحة مثل رائحة اللحم المتعفن. فطر الهومونغوس. أرميلاريا أوستوياي، والتي تعرف بالعامية بفطور الهومونغوس، هي واحدة من أكبر الكائنات الحية على الأرض، حيث تغطي 8.4 كيلومتر مربع من غابات ماهيور الموجودة في ولاية أوريغون، ومعظمها خفي تحت الأرض. ميروستوميس. ميروستوميس هي أكبر المفصليات المعروفة، يمكن أن تنمو حتى 2.5 متر. عاشت قبل 500 مليون سنة. الدب العملاق قصير الوجه. هذا الدب يمكن أن يصل إلى 4.5 أمتار في الارتفاع، وذلك عندما يقف على ساقيه الخلفيتين. لديه فك قوي جدا، وكان واحدا من أكبر الثدييات آكلة اللحوم التي عاشت على الأرض خلال العصر الجليدي، وانقرضت هذه الدببة قبل 14,000 سنة. قرود جيغانتوبيثكوس. كانت واحدة من أكبر القرود في كل العصور، عاشت قبل نحو 1 مليون سنة، ومن الصعب التوصل إلى استنتاجات معينة، وذلك بناء على المستحثات المكتشفة. ومع ذلك يعتقد العلماء أن جيغانتوبيثكوس كان يصل إلى 4 أمتار في الارتفاع و550 كيلوغراما في الوزن. الحاجز المرجاني العظيم. الحاجز المرجاني العظيم هو أكبر هيكلة ممتدة في العالم من قبل الكائنات الحية، تقع في بحر المرجان وتمتد لأكثر من 2300 كيلومتر مربع، على مساحة 344,400 كيلومتر مربع. الحوت الأزرق. الحوت الأزرق هو أكبر حيوان يعيش على الأرض اليوم، وهو أيضا أكبر حيوان في تاريخ الأرض. يبلغ طوله 33 مترا، ووزنه 150 طنة، ومن النادر رؤيته على سطح البحر بسبب عمليات القتل الكبيرة التي تعرض لها في 60ات القرن المنصرم.